بنروح بقى مع حضراتكم زي ما متعودين اكيد كل يوم واخبار النادي الاهلي وفرقه اكيد المختلفه والانشطه كمان. معانا النهارده مراسلتنا هنا ابو القاسم هتطلعنا على كل هذه التفاصيل، هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليك، مصبح عليك يا وكريم. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وكالعادة هنقل لكم آخر أخبار النادي. في البداية خلوني أبدأ بالأخبار الاجتماعية، والحقيقة لجنة الطفل حابة تعلن أنه تم تأجيل إيفنت عيد الشرطة وكمان أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع. طبعا ده بسبب سوء الأحوال الجوية، هيتم تأجيل الإيفنت لمدة أسبوع ليكون يوم 12 فبراير، فكل الأعضاء اللي حابين طبعا يتواجدوا في الإيفنت تم تأجيله مدة أسبوع. كمان حابة أعلن أنه مكتبة الأهلي بالشيخ زايد حابة تعلن عن بدء سيشن جديدة لتعليم البيانو. السيشن هتكون كل حد وخميس بالمكتبة طبعا بفرع الشيخ زايد زي ما قلت الساعة 4 العصر، وهتكون تحت إشراف أستاذة منى عادل. فكل الأعضاء اللي حابين يشتركوا في السيشن الجديد ياريت يتجهوا لفرع الشيخ زايد لمزيد من الاستفسارات وكمان الحجز. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لآخر أخبار الفرق الرياضية ونبدأ بناشئين كرة قدم، والحقيقة أن فريق 2006 قدر يفوز أمس على فريق وادي دجلة 3-1، ده طبعا ضمن الدولة الـ14 والأخيرة من بطولة الجمهورية الدور الثاني، وبكده يكون تأهل الفريق للمرحلة النهائية. الحقيقة الأهلي كان مسيطر طوال المباراة، يعني يمكن الهدف الوحيد اللي أحرزه فريق وادي دجلة كان أحرزه في الدقائق الأخيرة من الوقت البدل الضائع. أحرز الأهداف اللاعب أحمد محمود، محمد أحمد سعد، وكمان اللاعب عبد الرحمن هشام، وبكده يكون أنهى النادي الأهلي مرحلة المجموعات الحقيقة بالتصدر ترتيب الجدول ب 32 نقطة، يعني يمكن ما تهزمش في ولا مباراة، قدر يفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين فقط. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله يقدروا يحصلوا على بطولة الجمهورية. خلونا دلوقتي بقى ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة اليد، والحقيقة أن شباب كرة اليد مواليد 2000 قدروا يفوزوا أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 21-15 طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري المرتبط. الحقيقة الفريق الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا، يعني شباب كرة اليد أدوا أداء رجولي طوال المباراة وقدروا طبعا يحسموا المباراة لصالحهم عن استحقاق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة الكاراتيه، الحقيقة أن لعبتنا جايانا فاروق بدأت تدخل في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا بقى لأولمبيكس المقرر أن تكون في طوكيو 2021 طبعا بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا. خليني أقول أن اللاعبة جايانا طبعا بطلة عالم لسبع مرات، كمان اللاعبة الحقيقة عاملة أداء عالي جدا في جميع البطولات اللي بتشارك فيها، وهي من المتوقع أن تحقق مركز، وإن شاء الله بنتمنى لها طبعا كل التوفيق، وكالمعتاد تشرف مصر وكمان النادي الأهلي بالتأكيد. كمان حابة أقول أن فريق 9 سنوات بدأ بقى الاستعدادات طبعا بعد تحديد بدء موعد بطولة الجمهورية، من المقرر أن تقام في بداية الشهر القادم شهر 3 بإذن الله. الفريق بدأ في الاستعدادات لأن طبعا النادي الأهلي زي ما احنا متعودين دايما بيلعب على الألقاب والمزيد من البطولات. خلونا بقى ننتقل للعبة كرة السلة، الحقيقة أن سيدات كرة السلة بيواصلوا التدريبات النهاردة استعدادا للمباراة القادمة. المباراة هتكون يوم الجمعة القادم طبعا أمام فريق الصيد ضمن منافسات بطولة الدوري، بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد. دي أخبار الفرق الرياضية وكمان أخبار داخل النادي، لكن الحقيقة قبل ما أختم كلامي حابة أتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة مباراة غدا أمام فريق الدحيل، إن شاء الله تكون مباراة كبيرة، وكالعادة النادي الأهلي يرفع اسم مصر وكمان القارة الإفريقية كلها. دي الأخبار داخل النادي الأهلي معاك، ولو حابين تسألوا عن أي حاجة العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. احنا بشكرك انا وكريم اكيد يا هنا، واكيد احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك، وملايين الاهلاويه بيضموا صوتهم لصوتك، واكيد كلنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق لفريقنا ويرجع منتصر باذن الله، ونرجع نقول تاني ونكرر معاك يا اهلي في الحلوه وفي المره. شكرا ليك.